فراوشة يعود لنا مرة أخرى الآن، موجود هو في تل أبيب. أحمد، قبل قليل كنت قد ذكرته في نشرة سابقة بالأحرى، قلت بأنه ما تشهده تل أبيب اليوم هو أكبر مظاهرة منذ 7 أكتوبر، مظاهرات للضغط على الحكومة الإسرائيلية. الأعداد تقول قرابة 150 ألف فقط في تل أبيب. بالفعل بدر، وهذه تقديرات المتظاهرين الإسرائيليين منظمي التظاهرات. الآن اندلعت مواجهات أمام مقر حزب الليكود في مدينة تل أبيب. الشرطة الإسرائيلية تستخدم الخيالة من أجل فض تظاهرة حاشدة، يقدر عدد المشاركين فيها بالمئات. تجمعوا أمام مقر حزب الليكود، انشقوا أو غادروا التظاهرة الكبرى بعد انتهائها، جاءوا إلى هنا إلى مقر حزب الليكود وبدأوا بإضرام النيران من أجل تحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية استمرار هذه الحرب وعدم التوصل إلى صفقة تبادل في قطاع غزة. الشرطة الإسرائيلية بدأت وتبدأ الآن بفض هذه التظاهرة، أبعدت المتظاهرين عن مدخل حزب الليكود إلى طرف هذا الشارع، هذا المبنى الذي نراه الآن حيث تقف قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، هو مبنى حزب الليكود التاريخي. أبعد المتظاهرون من تلك المنطقة إلى حيث نقف نحن الآن في هذا الشارع الرئيسي في مدينة تل أبيب، وتحاول الشرطة الإسرائيلية الآن فض هذه التظاهرة وإبعاد المتظاهرين الإسرائيليين إلى مناطق أخرى. رصدنا على الأقل اعتقالين في هذه المنطقة، تقديرات بأن عدد المعتقلين قد يكون أكبر خلال الفترة الماضية. والآن ضابط الشرطة الإسرائيلي يطلب من المتظاهرين مغادرة هذه المنطقة. الخيالة تقترب الآن من مجموعة من المتظاهرين وتحاول فض هذه المجموعة. حتى الآن تكتفي مجموعة الخيالة من الاقتراب من المتظاهرين لدفعهم إلى المغادرة، لكن في مرات أخرى، في مرات سابقة، كانت الشرطة الإسرائيلية تستخدم الهروات من أجل إبعاد المتظاهرين الإسرائيليين. ما أثار غضب المتظاهرين هذا الأسبوع هو ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن تقديرات للوساطة بأن عدد الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين القتلى في القطاع هو يتجاوز 60 قتيلا، بينما كانت التقديرات الرسمية بأن عددهم يقارب 30، أكثر من 30 بقليل، بمعنى أن التقديرات الحالية هي ضعف التقديرات الإسرائيلية. وهذا الأمر سبب غضبا كبيرا لعائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين التي تقول بشكل واضح أنها تخشى أن يقتل أبناؤها في قطاع غزة. الأسرى في قطاع غزة نتيجة للغارات الإسرائيلية ونتيجة لاستمرار الأزمة الإنسانية الخانقة في القطاع، ويتهمون الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تبالي بهذا الأمر. وأكثر من ذلك، هناك من يتهم الحكومة الإسرائيلية، تحديدا رئيس هذه الحكومة بنيامين نتنياهو، بأنه لا يأبه بحياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع، وأنه معني بأن يموتوا حتى يكون التفاوض مختلفا. كذلك توجه نحو بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير انتقادات شديدة، هي أن ما يهمهما من قطاع غزة الآن هو الانتقام من القطاع، هو تدمير القطاع، هو تهجير أهالي القطاع، ومن ثم بناء المستوطنات في قطاع غزة. لا تهمهم حياة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين. يتهمون بن غفير وسموتريتش بأن ما يهمهما هو بناء المستوطنات في القطاع وليس استعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. أوضاع متوترة. هذه المرة انتهت التظاهرة الكبرى دون مواجهات، لكن انتقلت هذه المواجهات بدلا من قبالة وزارة الأمن كما الآن اشتداد. الآن تبدأ الخيالة بمحاولة تفريق، هذه المرة أكثر عنفا من المحاولات السابقة، والشرطة الإسرائيلية تتقدم في محاولة لفض هذا التجمع وإبعاد المتظاهرين الإسرائيليين عن مقر حزب الليكود، علما بأن التدابير الأمنية في هذه المنطقة لا تشير إلى وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل مقر حزب الليكود. إذن الخيالة تعتدي على متظاهرين إسرائيليين في شارع الملك جورج الخامس في مدينة تل أبيب، حيث يقع مقر حزب الليكود المسمى بقلعة زئيف، قلعة زئيف جيبوتينسكي.
أعداد المتظاهرين تقدر بالمئات، انسحبوا من تظاهرة حاشدة يقول منظموها إن أعداد المشاركين فيها يتجاوز 150,000 متظاهر، لتكون بذلك أكبر تظاهرة تنطلق في إسرائيل منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، ولتكون من أكبر التظاهرات التي شهدتها إسرائيل حتى خلال العام المنصرم في خضم موجة الاحتجاجات ضد تغيير النظام القضائي في إسرائيل كما وصفت في حينها. أحمد، أردت أن أسألك عن التواجد الأمني، يعني نشاهد عشرات بل ربما حتى مئات من رجال الأمن من مختلف التشكيلات والصنوف الذين يشاركون في ضبط الأمن في تل أبيب الآن. أسألك عن هذا التواجد الأمني، طبيعة وتشكيلات المشاركة، وأيضا طريقة تعاطيهم مع المتظاهرين. يعني لم نشهد حتى اللحظة على الأقل في الكاميرا التي تصور لنا الآن كاميرا العربي مواجهات أمنية أو طريقة تعاطي عنيفة مع المتظاهرين، لكن كان هناك فعليا عنف من قبل رجال الأمن ضد المتظاهرين في حالة أخرى ربما في مناطق أخرى. بالفعل عادة الشرطة الإسرائيلية توصف بأنها متسامحة أكثر، الآن تنسحب الشرطة والمتظاهرون الإسرائيليون يهتفون لأنها انسحبت، ويعتبرون ذلك انتصارا على الشرطة لأنها انسحبت دون أن ينفض المتظاهرون. لكن الشرطة تحول عبر هذا المانع من عناصر الشرطة، تحول دون عودة المتظاهرين الإسرائيليين إلى مقر حزب الليكود. موضوع عنف الشرطة متشعب في إسرائيل بدر. بطبيعة الحال تعامل الشرطة الإسرائيلية مع المتظاهرين في تل أبيب يختلف عن تعاملها مع المتظاهرين في مدينة القدس. تعامل الشرطة الإسرائيلية مع المتظاهرين الإسرائيليين يختلف بشكل كبير جدا عن تعاملها مع المتظاهرين الفلسطينيين أو مع تعاملها مع المتظاهرين العرب داخل الخط الأخضر الذين يحملون المواطنة الإسرائيلية. عندما تكون تظاهرة لعرب يبدأ اعتداء الشرطة الإسرائيلية بشكل سريع جدا، تبدأ الاعتقالات فورا، تبدأ اعتداءات الشرطة بالهروات والاعتقالات. وعندما تكون تظاهرة في القدس على وجه التحديد بالكاد يتجمع عدد محدود جدا من الفلسطينيين حتى تكون الشرطة الإسرائيلية قد أغلقت المنطقة في محاولة لمنع أي تجمع فلسطيني وأي حراك سلمي حتى في مدينة القدس. بالتالي تعامل الشرطة الإسرائيلية يختلف بين منطقة لمنطقة. صحيح لا يوجد هنا عنف شرطي كبير كما حدث في تل أبيب في القدس عفوا، أو كما اعتدنا من عنف شرطي ضد المتظاهرين الفلسطينيين والعرب في هذه البلاد، لكن بالنسبة للمتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب حتى هذا الدفع الذي يقوم به عناصر الشرطة الإسرائيلية فهو يعتبر عنفا لديهم. عادة ما تعتقل الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين هنا عددا من المتظاهرين، وعادة ما يفرج عنهم بعد ساعات قليلة من قبل المحكمة التي توبخ تقريبا بصورة أسبوعية عناصر الشرطة الإسرائيلية لاعتقالها المتظاهرين الإسرائيليين في مدينة تل أبيب. يبدو أن هدف الشرطة الإسرائيلية الآن ليس فض التظاهرة، إنما إبعاد المتظاهرين الإسرائيليين عن مقر حزب الليكود في مدينة تل أبيب، علما أنه بحسب تدابير الأمن هنا لا يبدو أن هناك قيادات من هذا الحزب داخل المقر. لا يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل مقر الحزب نظرا للوجود الشرطي. عادة تدابير الشرطة الإسرائيلية في الأماكن التي يتواجد فيها رئيس الوزراء تكون أكبر بكثير، ولا يوحي المبنى بأن هناك أشخاصا داخله لأنه مطفئ بالكامل. ويبدو أن هدف الشرطة هو إبعاد المتظاهرين عن مقر حزب الليكود، وهو ما تحقق خلال الدقائق الأخيرة. على العموم الأوضاع متوترة، والشرطة الإسرائيلية تهدد المتظاهرين بفض التظاهرة إن لم ينفضوا خلال الفترة القليلة المقبلة. كل شكر لك أحمد الدراوشة مراسل التلفزيون العربي في تل أبيب في هذه التغطية المباشرة لمظاهرات في تل أبيب.